ألف مبروك لطلبة الثانوية العامة كلهم اللي جابوا مجموع من أول 50% لحد 99%. أنا جاي النهاردة أعرض لك عيوب ومميزات كل من الفريقين، الفريق اللي هو شايف نفسه من ضمن كليات القمة، والفريق اللي شايف نفسه من ضمن كليات القاع، بناء على مجموعه يعني أيا كان إيه هو. الفيديو ده موجه لطلبة الثانوية العامة وخصوصا اللي جابوا من 50 لـ 80%. يلا بينا. اهلا بكم في فيديو جديد من قناة 5 minute practice، معكم خالد محي الدين، وانا النهاردة جاي اكلمكم في حاجة حلوة جدا. حقيقة كليات القمة وكليات القاع وكل من الاساطير المصرية اللي تخص الثانوية العامة، واحب اطمنك ياللي فاكر ان انت في كليات القاع، كمل الفيديو لاخر هتنبهر. اولا احب اوضح ان مفيش حاجه اسمها كليات قمه وكليات قاع. اغلب اصحاب الشركات والناس الكبار جدا في البلد كانوا في حقوق وفي تجاره، وناس كتير في تجاره وحقوق بتشتغل وبتقبض اكتر بكتير من ناس تانية في هندسه وطب وصيدله وغيرهم. فولا دول احسن من دول ولا دول اقل من دول، لازم تقتنع بكده. خليني اعمل لك مقارنه بسيطه كده بين اتنين، بين الطالب اللي في كليه حاسبات ومعلومات او في هندسه او في طب، والطالب اللي في تربيه وحقوق وتجاره، مش بين الكليات، بين الطلاب. في الحقيقة مفيش فرق بين الاتنين في الذكاء او في المكانة، يعني نتيجة الثانوية العامة ما تثبتش خالص ان ده احسن من ده او ده اقل من ده خالص. وهنا انا ببتدي اوجه الكلام للناس اللي جابت من 50 لـ 80% واللي شايفين ان هم جابوا مجموع قليل. احب اقول لك بقى ركز معايا عشان انا هبسطك دلوقتي. بص يا فندم، صاحبك اللي دخل هندسه او طب هيفضل طول السنه عنده كويز كل اسبوع واساينمنت وعنده مش عارف امتحانات وعنده تسليمات واحتمال الدكاتره ينزلوه كل يوم جمعه كمان، فالموضوع هيبقى صعب جدا. ده غير ان هم مش هيعرفوا يشتغلوا، يعني لو في شباب محتاجه ان هي تشتغل طول الدراسه عشان تجيب مصاريفها والكلام ده كله، فهم مش هيعرفوا يشتغلوا لان ببساطه مفيش وقت، الحضور عليه درجات، فمضطرين ان هم يحضروا، ما يقدروش ان هم بقى يعوضوا والكلام ده كله، لا مضطرين ان هم يحضروا ويسلموا ويذاكروا ويمتحنوا ويعملوا كل الحبشتكنات دي. فساعتها مش هيقدر يعمل كده لان الترم كله مليان حاجات تقيله جدا على دماغه، فهيبقى الموضوع صعب جدا معاه ان هو يشتغل. فلو اشتغل غالبا بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما بيلاقي نفسه مش عارف يشتغل فبيسيب الشغل ويركز في الدراسه، يا اما لا قدر الله بيستمر في الشغل وبيقع في الدراسة، فاحنا مش عايزين كده، فهو غالبا بيكمل في الايه؟ في الدراسة. اما انت بقى برنس، والله العظيم برنس يا فندم، انت الحضور عندك مش اساسي، يعني انت لو مش عايز تحضر مش هتحضر، ممكن يبقى عندك بعض المواد المحدودة قوي اللي هي ممكن تبقى مثلا يوم في الاسبوع ضروري جدا لازم تحضره، انما غير كده انت ما عندكش حضور، يعني الحضور ما فيهوش درجات. وده بقى بيدي لك فرصة لحاجات كتير جدا مش موجودة للطالب بتاع هندسة وطب. زي ايه؟ خد عندك اول حاجة تقدر تنزل تشتغل زي ما انت عايز، تاني حاجة تقدر تدخل في انشطة طلابية جوه الكلية وتشترك فيها وتنظمها وتطور من نفسك، تالت حاجة تقدر تاخد اي كورس بره وتخصص وقت تتعلم فيه انجليش زي ما انت عايز، رابع حاجة هيبقى عندك فرصة تجرب حاجات كتير نفسك تجربها ومكانش عندك الوقت انك تعمل كده. في flexibility او مرونة في الطالب اللي في كلية مش عملية، ودي حاجة ما تقللش منها لان هي ببساطة كلية مش عملية، فما عندهمش نفس الحاجات او نفس الالتزامات اللي موجودة عند طالب هندسة وطب، فبالتالي حضرتك تقدر تكون نفسك وتشتغل وتزبط حالك، ولما تتخرج كمان ممكن يبقى معك مبلغ لو انت عايز تعمل مشروع او تتجوز. فيا باشا افرح، والله العظيم بص ده المستقبل. والله في ناس بتبقى اعرفها شخصيا بتجيب فوق 90% وبتقرر ان هي عايزة تدخل حقوق او تجاره او اداب او اي حاجه من الحاجات دي لان هم شايفين ان انا في الحته دي، هم حابين الحته دي وبيخشوا فيها. وفي ناس تانية بتبقى نفسها تدخل مثلا كليه حاسبات ومعلومات، عايز يشتغل مبرمج بس مجموعه ما بيجيبهاش بيقف، لا دخل تجاره وبقى عنده شويه وقت ان هو يقدر يتعلم الشغل بتاع البرمجه، وممكن يبقى احسن كمان من اللي كليه حاسبات. وخلي بالك ان اغلب الشغلانات ما بقتش بتطلب شهادات زي الاول، ولكن ده مش معناه ان انت ما تاخدش الشهاده او ما تذاكرش او ما تمتحنش او ما تعديش السنه، لازم تجتهد وتسعى وتخلص لان الشهاده ليها فوائد تانيه مهمه جدا، لكن في الشغل اجتهادك وسعيك الشخصي هو اللي هيفرق وهيميزك عن غيرك. فانا عملت الفيديو ده علشان اطمنك يا من جبت مجموع شايف ان هو وحش، لان مجموعك اللي انت شايفه وحش ملوش اي قيمة مقابل مجهودك اللي انت هتعمله بعد ما تدخل الكلية اللي ايا كانت هي ايه. عشان كده اطمن واجتهد واسعى واعمل اللي عليك وشوف انت بتحب ايه واشتغل عليه. بس كده ممكن بقى لو حابين نعمل فيديوز تانية نتكلم فيها حياة الكلية عاملة ازاي، تعمل ايه لما تدخل الكلية، ايه الحاجات اللي المفروض تعملها، الكلام ده كله قولولي في الكومنتس، احب اسمع ارائكم جدا. ولو الفيديو عجبك تنساش تعمل لايك سبسكرايب لو انت لسه مش عامل سبسكرايب علشان هتشوف فيديوز قوية
كل شوية وشير عشان أكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.